لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام. فخبر أحزن كل الجزائريين على الممثلة الجزائرية زهرة هيمون اللي مثلت دور زوجة شعبون. بعد أيام فقط على زواجها أصيبت بوعكة صحية مفاجئة وتم نقلها مباشرة إلى المستشفى مريضة في حالة حرجة، وأختها تطلب منكم الدعاء. ففضلا منكم يا إخوتي ادعوا معي في خانة التعليقات أسفل الفيديو أن تعود بالسلامة لعائلتها سالمة غانمة وأن تعود للتمثيل مجددا، آمين يا رب. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.